كسرت قمة النورماندي الجليدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في لقاء هو الأول بين الطرفين، برعاية فرنسية ألمانية. مثلت القمة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس لبحث تسوية الوضع في أوكرانيا خطوة نحو خفض التصعيد. بالنسبة إلى الحدود، لدينا بالفعل وجهات نظر مختلفة بشأن هذه المسألة، على الرغم من أن موقفنا واضح ومباشر، نحن مع تنفيذ اتفاقيات مينسك. نقاشات وصفها الرئيس الأوكراني بأنها صعبة لكنها انتهت بالتعادل. لقد أثرت مخاوف بشأن استعادة السيطرة على الحدود قبل الانتخابات المحلية. سنجد حلا لهذه القضايا، إنه التزامنا بإيجاد حلول، وإلا فإننا لن نتقدم. تؤكد تصريحات الطرفين وجود خلافات أساسية حول مسألة الحدود وموعد الانتخابات المحلية في أوكرانيا، لكن ذلك لم يمنع الأطراف المجتمعة من الاتفاق على وقف كامل وشامل لإطلاق النار شرقي أوكرانيا قبل انتهاء العام الحالي وعلى تبادل الأسرى. رأينا الخلافات اليوم، لم نجد الحل المعجزة، لكننا تمكنا من إحراز بعض التقدم. هناك خلافات وخاصة في الجدول الزمني والخطوات التالية. سنعطي أنفسنا 4 أشهر لتوضيح ما هي المتطلبات الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات محلية. يتفق الجميع إذن على أن قمة النورماندي لم تحمل حلا نهائيا للوضع في أوكرانيا من دون التقليل من أهميتها، وذلك قبل عقد قمة جديدة للرباعية في غضون 4 أشهر.